توقع استمرار فرص سقوط الامطار وكميتها تختلف من محافظه للتانيه، هتكون امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه على السواحل الشماليه الغربيه زي مطروح والعلمين والاسكندريه، كل ما تقدمنا للمناطق الداخليه كانت كميه الامطار اقل، فهتمتد الامطار خفيفه لبعض الاماكن من محافظات السواحل الشماليه الشرقيه، محافظات الوجه البحري، وقد تصل الامطار كمان لمناطق من القاهره الكبرى وبعض المناطق من مدن القناه، لكن مجمل الامطار في كافه المحافظات غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، بالاضافه كمان نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات هيساعد بشكل كبير على احساسنا بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. طبعا الشبوره المائيه ما زالت تتكون خلال فترات الصباح الباكر، فهتبتدي تتاثر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي شبوره مائيه خفيفه مش زي بتاعه الاسبوع اللي فات تماما، لان الاسبوع اللي فات كانت شبوره مائيه خفيفه بالظبط، لكن الشبوره المائيه خلال هذا الاسبوع هي شبوره مائيه خفيفه مش بتاثر بشكل كبير على حركه المرور، وبتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس تقريبا 7 8 صباحا، بتبدا تدريجيا الشبوره المائيه في الاختفاء. الاحوال الجويه الحمد لله مستقره تماما، يعني حتى الظواهر الجويه الموجوده معانا مش هتسبب اي تعطيل لاي اعمال انشطه يوميه، ما فيش اي تقلبات جويه واضحه، بل بالعكس طبعا تحسن في قيم درجات الحراره، وده متوقع ان يكمل معانا لنهايه هذا الاسبوع مطلع الاسبوع القادم على الاقل باذن الله. دي اخبار حلوه جدا بالنسبه للناس، لان انخفاض درجات الحراره بشكل ملحوظ ده هيفرق معاهم بشكل كبير. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي.